رسالة تستغرق 77 عاما للوصول إلى صاحبها. في أربعينيات القرن الماضي قبلت الفتاة أنجلينا عرض الزواج من الجندي جون الذي سيغادر لاحقا ليشارك في الحرب العالمية الثانية. وبعد انتقاله إلى الهند انقطعت أخبار جون بالكامل في بحر الحرب العالمية الثانية، وعاشت أنجلينا في قلق وخوف دائمين على خطيبها. وفي عام 2018 أي بعد 77 عاما على انتهاء الحرب، تتلقى الأرملة العجوز أنجلينا رسالة مكتوبة بخط خطيبها الذي أرسلها قبل أكثر من 70 عاما. وفي ذلك قال مسؤول مصلحة البريد في البلاد إنه بسبب قدم وأهمية هذه الرسالة فقد حرصنا على تسليمها باليد، ولكننا حقا لا نعلم أين بقيت هذه الرسالة طيلة تلك المدة. وأنتم هل خطر لكم أين اختفت الرسالة كل هذه المدة؟